وقد عصرت بباب الدار عصرا. اي والله بدت كالروح يظهر يا غيور بيا مغدي امك تستجير. فيبكي عند رؤيتها الامير وقد عصرت بباب الدار عصرا. يا موعود لو ترنو اليها ونار الباب قد لفحت يديها. يا موعود لو ترنو اليها ونار الباب قد لفحت يديها. تنوح وزينب تبكي عليها تنوح وزينب تبكي عليها. ترى في الباب مسمارا وكسرا ترى في الباب مسمارا وكسرا. عجيب متنها بالسوط يضرب عجيب متنها بالسوط يضرب. وصفعه خدها ادهى واعجب. عجيب متنها بالسوط يضرب وصفعه خدها ادهى واعجب. تلوذ بثوبها الحوراء زينب. عجيب متنها عجيب عجيب متنها بالسوط يضرب وصفعة خدها دا وعجب. تلوذ بثوبها الحوراء زينب تلوذ بثوبها الحوراء ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. في مثل هذه الأيام اليوم بكرة هاي الأيام حصل الانقلاب اللي أخبر عنه القرآن الكريم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم. هذا حصل. والله التفتوا لي أرد أقول كلام مهم. هذا حصل هالأيام هذه حصل. هذا اللي عبر عنه القرآن في آية أخرى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد هكذا عبر القرآن الكريم من يرتد. هذا حصل الآن. يعني اللي سمى القرآن انقلاب اللي سمى القرآن من يرتد واللي سمى القرآن تسميات أخرى هذا حصل من بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله. أو مثلا ما ذكرته آخر سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله إلى أن يقول من بعد الرسل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ولكن اختلف فمنهم من آمن ومنهم من كفر. يعني أتباع الأنبياء من بعد الأنبياء يختلفون يقتتلون ينقسمون إلى قسمين مؤمن كافر. هذا حصل هاي الأيام اختلفوا وبعدين اقتتلوا حصل. وهلم جرى يعني عناوين متعددة بينها القرآن لما يكون من بعد الأنبياء. هسه مرة عنوان انقلاب مرة عنوان ارتداد مرة عنوان اختلاف مرة عنوان اقتتال. هاي لحد الآن جبت أربع عناوين كل عنوان جبت آية من القرآن الكريم. يعني شيء من جيبي ما أقول كل عنوان جبت عليه آية من القرآن. لحد الآن جبت أربع عناوين وأكو عناوين أخرى لما يجري بعد النبي. هذا كله حصل بهالأيام حصل صار كله صار. طبعا هذا من أقول صار هنا يجي سؤال كلش التفتولي هنا يجي سؤال أنه يابا معقول معقول إيش يقولون معقول دول اللي كانوا مع النبي بعضهم أكثر من 20 سنة كان مع النبي هذا في ليلة وضحاها ينقلب وقد سمع النبي يقول مثلا كما أنتم تقولون مو بس إحنا نقول غيرنا هم يقول النبي قال من كنت مولاه غيرنا هم يقول النبي بأول الدعوة
قال من يؤازرني على أن يكون خليفتي من بعدي؟ أنذر عشيرتك الأقربين. ومن يقوم ما قام غير علي كما بالطبري وغيره؟ مو بس احنا نقول، غيرنا يقول، يقول بداية الدعوة النبي قال اللي آزرني يكون خليفتي ما قام إلا أمير المؤمنين، قال أنت أخي خليفة. احنا وغيرنا نقول هاي أول حياة، يعني أول دعوة النبي. آخر دعوة النبي من كنت مولاه بحجة الوداع، من بعد حجة الوداع بغدير خم. هذا هو اتفاق احنا وغيرنا، والشيخ الأمين ذكر المصادر. مو بس احنا نقول، انتوا هم تقولوا بداية الدعوة كان علي موجود، نهاية الدعوة كان علي هم شنو موجود، مصادرنا مصادركم، هذا كله موجود. بس مع ذلك هم ايش يقولون؟ يقولون معقولة اذا انتم مثل ما تقولون النبي راد علي ومن كنت مولاه فهذا علي وعلي خليفتي من بعدي و و و، معقولة المسلمين اللي استمعوا للنبي يقول ذلك ما يطبقون كلام النبي وينقلبون عن النبي ويرتدون عن مبدأ النبي ويختلفون ويقتتلون كما ذكر ذلك القرآن الكريم كما بينت لكم؟ معقول هذا يصير؟ وقد استمعوا للنبي كما تدعون معاشر الشيعة أنه يقول من كنت مولاه، معقول هذا يصير؟ معقول وهم سمعوا النبي هيك يقول بعلي؟ ما معقول هذا. النبي ترك الأمة من دون راعي وقال للأمة أنتم تخبون تختاروا، الأمة هم اختارت كل شيء انتهى. ما معقول ذولا سمعوا النبي هيك يقول يخالفون النبي بهالشكل؟ هذا شيء ما معقول هذا. هيك يقولون ما بالله انتبه لي، هم هيك يقولون زين. فشنو يعني وين تردون توصلون؟ احنا نقول لهم وين تردون توصلون؟ يقولون لو النبي ما قال من كنت مولاه هم ما سمعوا شيء، ولهذا انتخبوا واحد وصار، وبعدين اجى من بعده ثاني وثالث والى اخره. لو مثل ما تقولون النبي قال من كنت مولاه فهذا وهم سمعوا وتعمدوا عصيان النبي، هذا شيء ما ممكن نقبله وما ممكن نعقله، لان اذا يسمعون يطبقون المسلمين. شوفني هم طبعا ما يجيبون عنوان المسلمين، هم يجيبون عنوان اخر، بس اني ما اريد اثير مشاكل. هم يجيبون عنوان الصحابه، لو ما سمعوا، وهذا اللي هم يقولون احنا نقوله وعلى اساس انتخبوا، انتخبوا لهم واحد. هسه هاي كلها بيها حكي. اول شيء انتم تقولون النبي قال، مو بس احنا. اثنين هم وين انتخبوا؟ اللي انتخبوا اثنين ثلاثه من ربع اللي انتخبوه، ما صار انتخاب. يعني الانتخاب الحقيقي صار مع علي بن ابي طالب، الامه اجمعت عليه بحيث وطئ الحسن والحسين من كثره الازدحام على امير المؤمنين. اما بعد شهاده النبي وين الانتخاب اللي صار؟ شو هو واحد حفار القبور ابو عبيده اثنين ثلاثه فلان اربعه قال لو هذا انت صير هو صار، مو هيك حكي ولا. اما بالنسبه للثاني من بعد الاول، خول اول قال فلان من بعدي، لا انتخاب ولا هم يحزنون. وين قال فلان يصير؟ انتهى الموضوع. بالنسبه للثاني سوى لجنة مال شورى وهي كلها الصالح الثالث، هي كلها الصالح الثالث وصار الثالث مثل ما أراد. وين الانتخاب؟ ما صار انتخاب. وين انتخاب؟ قال هذا الكلام ستقول لي التهالش قاعد تقول هذا كله معيود ندري به. لا مو هذا كلامي، أنا أريد أوصل الشيء. فهم يريد يقولون يوم ما قال والمسلمين انتخبوا، وإحنا نقول لهم أصلا حتى الانتخاب به كلام، وشلون ما قال وكتبنا وكتبكم تقول قال، والقرآن هم يقول قال يا أيها الرسول بلغ اليوم أكملت سأل سائل إنما وليكم إنما يريد الله المباهلة غيرها غيرها غيرها. شلون ما قال؟ قال. زين يقولون شلون قال والصحابة سمعوه وبعدين يخالفوه، شلون يصير؟ ايش يقولون؟ ما تشوف شلون كلام؟ جواب، جواب. انتم شو اللي مخوفكم بالموضوع؟ انهم سمعوا هذا يعني سمعوا لما سمعوا ما يصير يخالفون؟ انتم هذا يعني العقده هنا، سمعوا ولما سمعوا ما يصير يخالفون؟ يقولون ايه. يقولون منو قال ما يصير يخالفون؟ منو قال؟ من قال ذلك؟ خو هذا القرآن الكريم لما يجي الاتباع الانبياء واتباع النبي حالهم حال اتباع الانبياء، وخصوصا أن النبي قال في كتبنا وكتبكم أنه لتتبعن سنن من كان قبلكم كذا، حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، حتى لو أنهم دخلوا إلى جحر ضب لدخلتموه. السووه راح تسووه أنتم،
والقرآن الكريم يقول خفتم كالذي خافوا، والقرآن الكريم يقول كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. وشون المشكلة في ذلك؟ القرآن لما يستحضر الملفات السابقة هم سمعوا من الأنبياء، هم أقوام الأنبياء هم سمعوا وانقسموا إلى قسمين، جماعة لسمعوا وانقسموا إلى قسمين أيضا. ستقول الحكي مو واضح، جيب أمثلة حتى يصير واضح. أجيب أمثلة، أنا أصل موضوعي هذا الجديد الأرض طرحه هذا، بس هو يحتاج شوية مقدمة. هاي البينت بابخوا أقوام الأنبياء هم سمعوا وانقسموا، إحنا جماعتنا سمعوا وانقسموا، شنو الفرق؟ انتبه لي، شنو الفرق؟ ثنيان سمعوا زين، شنو سمعوا؟ أقول لك بالبداية، خلي أرتب البحث حتى ما يصير هوسه. بالبداية هو شنو السمع باللغة العربية؟ الأصل في هذه المادة أيها الإخوة هو إدراك الأصوات. يعني لما ترجع للعرب تقولهم مادة سمع شنو، يقول لك إدراك شنو، ها، إدراك الأصوات، هذا عند العرب يسمى شنو؟ سمع. انتبه، هاي محطة أولى سريعة. المحطة الثانية، أنا شغلي بالثالثة، شغلي بالثالثة، الثانية خلي أكملها بسرعة مثل الأولى. المحطة الثانية، السمع، السمع بشنو يكون؟ السمع بشنو يكون؟ بيا واسطة يكون السمع. لما أجد القرآن الكريم ألقى السمع يكون بثلاث أمور، انتبه لي، يعني واسطة السمع إلها شنو؟ ثلاث أمور. السمع يكون بثلاث أمور، شنو؟ الأمر الأول، سمع بهذا العضو الجسماني اللي العرب بتسميه الأذن. الإنسان يسمع بشنو؟ بالأذن. هذا واحد. وين ذكر بالقرآن مثلا؟ فلما سمعت بمكرهن، من هي التي سمعت؟ زليخة بمكر نساء شنو؟ مصر. زليخة بشنو سمعت؟ ها؟ بأذنه. أو مثلا القرآن لما يتكلم على لسان أقوام متعددة، سمعنا، يقول القرآن الكريم سمعنا بآذاننا، صحيح ولا؟ فالسمع مرة يكون شنو؟ بالأذن الجسمانية، هاي الأذن اللي عندي وعندك، هذا واحد. تقولي جاوة أكو سمع بغير شيء؟ نعم نعم. اثنين، أكو سمع في ثقافة القرآن بواسطة قوة روحانية، أو نعبر عنا نور باطني أو قوة روحانية. وأنا اخترتك فاستمع، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هسه هذا الله يقول للنبي استمع لما يوحى، استمع يعني بأذنك، يو بالنور اللي عندك تشوفني. استمع بشنو هنا؟ الوحي هم صوت مثل هذا الصوت اللي نسمعه أنا وياك، ذبذبات يو بشكل آخر، يعني يدخل بالعالم الروحاني اللي تستمع له من نور، من خلال نور خاص موجود في المستمع. يعني إخواني أسمارده شوية أسوي البحث ما شلونه، أقول لكم قضية. في الثقافة المادية الاستماع يكون بس بهذا العضو الجسماني اللي هو الأذن، أبوك الله يرحمه. بالثقافة الدينية بعض الأحيان أنت تسمع بهاي أذنك الجسمانية بس ما تسمع بأذن فؤادك، بأذن عقلك، هذا سماع روحاني نوري مو جسماني مادي. القرآن الكريم اللي ما يسمع بأذن الروحية يعتبره يسمع لو ما يسمع؟ ما يسمع، وإن كان يسمع بأذن شنو؟ المادية الجسمانية. انتبه لي، ففي ثقافة القرآن الكريم السمع مو من خلال واسطة واحدة كما هو في العالم المادي، من خلال وسائط. الواسطة الثانية هاي، وأنا اخترتك فاستمع. أو مثلا إنا سمعنا قرآنا عجبا، هذا من اللي يقول سمعنا؟ الجن. سؤال، الجن عنده أذن جسمانية مثلنا؟ يو أذن أخرى،
طبعا هنا هم اكو اختلاف انه الجن جسم مادي شفاف يو الجن من عالم المجرد يوم من العالم المادي اكو اختلاف بين المتكلمين بين الفلاسفه اكو اختلاف هنا ما بدي ادخل بيه مو شغلي اني اردوصل للانقلاب اللي حصل بعد النبي انه شلون الجماعه سمعوا وخالفوا وهذا يصير نعم يصير شنو الدليل القران وين القران الان سابين بالمحطه الثانيه هذا اصل كلامي فصار الاستماع مره بالعضو الجسماني اللي هو الأذن اثنين استماع بالقوة الروحية كما جبت آيات عليها ثلاثة أكو استماع من خلال إحاطة قيومية مطلقة استماع من خلال إحاطة قيومية شنو؟ مطلقة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها آية قرآنية القرآن الكريم يقول قد سمع الله سؤال الله يسمع بأذن مادية ها لا أذن مثل أذن رقم اثنين الأنبياء قوة روحية مثلا هم لا زين قد سمع الله إن الله كان سميعا القرآن يقول إن الله كان شنو سميعا زين شلون يسمع رب العالمين يسمع من خلال شنو إحاطة أحسنتم من خلال إحاطة قيومية مطلقة بهالمعنى يسمع جل وعلا فصار عندنا السمع من خلال يعني بشكل واحد يو بأشكال متعددة ما شوفون بأشكال متعددة هاي المحطة الثانية هم خلي أكملها بسرعة أما المحطة الثالثة اللي موضوع بيها شلون الجماعة سمعوا وخالفوا هذا شلون يصير يا معاشر الشيعة نقولهم يا أبا انتم من السئلونة احنا ما نقدر نجاوب دقيقة شلون مكان احنا كون نجاوب بشكل علمي منهجي الشكل العلمي يكون نخلي البحث مبوب مفهرس مهيكل حتى الجواب يكون صحيح اذا تردون تستمعون للحقيقة واحنا ببحث الاستماع اذا تردون تستمعون للحقيقة وترتبون اثر لنطول بالحكي المحطة الثالثة أنا بس أريد أشوف إن أحب عافوني لو ياي عافوني المحطة الثالثة الاستماع بالقرآن إلى قسم يو أقسام انتبهي نفس الاستماع إلى قسم يو أقسام في ثقافة القرآن ثلاث أقسام مولانا ثلاث أقسام بعد بحث طويل في القرآن الكريم لقيت الاستماع إلى شنو؟ ثلاث أقسام والله انتبهني حتى نشوف يصير يسمعون ويخالفون لو ما يصير الشيعة تبعا للقرآن يقولون يصير هسه غيرنا يقول ما يصير تبع المن ما أدري يكون هو يسأل هو هم يجاوب أنا ما أريد أجاوب على لسانه احنا اتباع آل البيت تبعا للقرآن الكريم يصير اسمع وما اطبق يصير بل اخالف يصير شلون يصير من خلال فهم المحطة الثالثة شنو المحطة الثالثة الاستماع في القرآن له اقسام القسم الاول استماع يتبعه اطاعة واحد ويتبعه اتباع اثنين ويتبع إيمان ثلاث يعجبك هذا الحكي استماع يثمر شنو إطاعة واحد ويثمر اتباع اثنين ويثمر وينتج إيمان ثلاث هذا الشوفو استماع ممدوح يوم مذموم ها ممدوح هسه تقول لي وين بالقرآن شفت ما جبت آية أجيب آيات تبين؟ أجيب آيات القرآن الكريم يقول آمن الرسول بعدين يقول كذا والمؤمنون كل آمن إيه آمن بعدين شو يقول قالوا سمعنا وأطعنا سمعنا وشنو وأطعنا طبعا هذا بالتقسيم القرآني بالمحطة الثانية سمعنا وأطعنا يعني السماع كان فقط
للعضو الجسماني ينتقل للعضو أو انتقل للقوة الروحانية الفؤادية العقلية النورية بحيث ترتب أثر إطاعة عليه، انتقل للقوة الثانية. يعني إخواني شوفوا، الاستماع إذا توقف عند حدود الأذن فقط مو بالضرورة يجيب نتيجة صحيحة، وهذا الذي وقع فيه المسلمون بعد شهادة النبي. أما الاستماع إذا انتقل من الأذن الجارحية إلى الأذن الجانحية، علي بن أبي طالب البارحة دعاء كمير شنو يقول لما إذا قريته؟ قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة الجوانح ما بعد الجوارح. الجوانح داخلية، الجوارح خارجية. فإذا انتقل الاستماع من العضو الجارحي إلى الجانحي رتب أثر، إذا ما انتقل ما يرتب أثر. فلما القرآن الكريم يقول سمعنا وشنو وأطعنا، يعني انتقل للجانحي وما انتقل، انتقل رتب أثر إطاعة. طبعا لما يرتب أثر إطاعة فهو هذا اللي يريده رب العالمين ويريد النبي، سمعنا وأطعنا. شوفني حبيبي انتبه لي، الله يحرسك ويحفظك، شوفني زين. أنا قبل قليل قلت الاستماع بقسمه الأول يولد شنو؟ أحسنتم، إطاعة هاي آيتها سمعنا وأطعنا، ويولد شنو؟ اتباع. الذين يستمعون، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فهنا استماع ولا شنو؟ اتباع. والأول استماع ولا شنو؟ إطاعة. انتبهني هذا هم الثاني. بالقسم الأول من أقسام الاستماع في ثقافة القرآن الكريم، يشوفني ثلاثة، استماع يولد إيمان. ربنا إننا سمعنا مناديا، ينادي لشنو؟ ينادي للإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا. إننا سمعنا آمنا، فهنا الاستماع إيش ولد؟ إيمان. قبل الاستماع إيش ولد؟ اتباع. قبل الاستماع إيش ولد؟ إطاعة. ذن ثلاثة الممدوحات وممدوحات ممدوحات. طبعا هسه هاي ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، من هو المنادي ومن هو المنادى اللي آمن؟ لا تستعجلون، لا تستعجلون، لما نجي الروايات الأئمة الطاهرين عليهم السلام نلقى المنادي هو رسول الله محمد. ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. الأئمة يقولون اللي آمن أمير المؤمنين سلام الله عليه، أول من آمن علي. فالمنادي هو سيد الخلق والمنادى هو نفسه. هسه تقول لي هاي وين؟ ما يحتاج، ما يحتاج وين، راجع البرهان في تفسير القرآن سيد هاشم البحراني في تفسير الآية، راجع نور الثقلين للحويزي في تفسير الآية، راجع تفسير القمي، راجع تفسير العياشي. هاي صار كم مصدر؟ أربعة. راجع شوف كلامي دقيق ومو دقيق. المنادي في الآية النبي، وعلي أول من آمن به. راجع الروايات. بل هذا مصدر خامس جايبه وياي، بل وجدت في كتاب تفسير كنز الدقائق وهو من أهم تفاسيرنا الشيعية اللي أرجو المؤمنين إلى مطالعته، من أهم تفاسيرنا تفسير كنز الدقائق في المجلد الثالث في صفحة 294 ينقل المشهد صاحب التفسير. وفي تهذيب الأحكام، ما أدري تهذيب الأحكام لمن؟ شيخ الطائفة الطوسي. تهذيب من الكتب الأربعة، احنا عندنا أهم كتب أربعة شنو؟ ما أدري، هاي شبابنا كن من أسأل شبابنا يجاوبوني. أهم كتب أربعة عند الشيعة شنو؟ الكافي الشريف لثقة الإسلام الكليني رحمه الله،
ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق رحمة الله عليه، والتهذيب والاستبصار لشيخ الطائفة الطوسي رحمة الله عليه. أهم كتب روائية عندنا أربعة، طبقة الأولى من كتبنا الروائية أربعة هي هذه. المشهد ينقل عن تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، يقول: وفي الدعاء بعد صلاة يوم الغدير المسند إلى الصادق، يعني الدعاء مسند يا إمام للصادق في تفسير كنز الدقائق نقلاً عن تهذيب الأحكام للطوسي، وليكن من دعائك من بعد الركعتين مال يوم الغدير أن تقول: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا إلى قوله لا تخلف الميعاد، أن قال: ربنا إننا سمعنا بالنداء وصدقنا المنادي وهو رسول الله إذ نادى بنداء عنك يا رب بالذي أمرته به. يعني أمرت النبي به، شنو هو النداء؟ ينادي للإيمان أن آمنوا، أن يبلغ ما أنزلت إليه من ولاية وليك أمير المؤمنين سلام الله عليه. فصار في نظر الأئمة الطاهرين المنادي رسول الله، وأول من آمن علي في روايات، وفي تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي المنادي هو النبي ب18 ذي الحجة. أن آمنوا بربكم، قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. المنادى المسلمين، انتبهني، المسلمين آمنوا بربكم من خلال تولي ولاية ولي الله. من كنت مولاه فهذا، اللهم انصر واخذل، ولاية براءة. دخلي أرتب لك البحث، شتت شوية بدقيقة، لأن أنا وقتي جدا محدود حتى أصل للأريدة بدقيقة. أكو كلام يقولون معقول الجماعة بعد سمعوا النبي يقول العلي وعصوا الجواب؟ قلنا نعم ممكن. شلون ممكن؟ قلنا خلنا نرجع لثقافة الاستماع في القرآن الكريم. رجعنا، واحد عرفناها، اثنين بينا الاستماع بشنو يكون من خلال ثلاث محطات، ثلاثة قلنا أقسام الاستماع في القرآن. القسم الأول قلنا استماع إيجابي ترتب عليه إطاعة، واحد، وترتب عليه اتباع، اثنين، وترتب عليه شنو؟ إيمان، ثلاثة. نسوي قيام. رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد، للأمام جزاكم الله خير، تقدموا لنا إخواني، مو الإخوة واقفين. رحم الله من ذكر القائمة، صلوا على محمد وآل محمد. ثانيا غفر الله لكم. ثالثا بأعلى أصواتكم. زين، أقولكم شيء أخير بالقسم الأول من أقسام الاستماع في القرآن، شيء أخير، يعني من بعد كلامي عن الاستماع اللي يولد إطاعة، واستماع يولد اتباع، واستماع يولد إيمان، أحسنتم. أقولكم شيء أخير بالقسم الأول حتى أنتقل للقسم الثاني، لأن أنا شغلي ويا الثاني. الإجابة على السؤال والشبهة بالقسم الثاني من أقسام الاستماع في القرآن، انتبهوا. بس خلي أختم بالقسم الأول، شنو هو؟ بل لقيت القرآن الكريم يقول: يا إخوان وأنتم تستمعون، وإحنا بحثنا بالاستماع، والاستماع اللي يترتب عليه أثار إيجابي، وبعض الأحيان يترتب عليه أثر سلبي، وبعض الأحيان أصلاً ماكو استماع، كما الآن سأبين بالقسم الثاني والثالث، انتبهوا. بل لقيت القرآن شنو يقول؟ يقول أصلاً العلامة، يعني الاختبار بين الإسلام والكفر، والاختبار بين الإيمان والنفاق والشرك، يكون من خلال الاستماع. إذا أثمر ثمراً إيجابياً أو لم يثمر، أو أثمر ثمراً شنو؟ سلبياً، هنا يكون الاختبار بين المؤمن والمنافق. إيش قد خطر القضية؟ يعني هسا إحنا إيش قد نسمع، أنا وياكم إيش قد نسمع، بس ما نشيل هم السماع. القرآن الكريم يقول رح أقرأ لك آية مو من جيبي، إذا حكيت شيء من جيبي لا تصدقني، ذبها بالشرط، أنا حكي ما يسوى فلسين. رح أقرأ لك آية قرآنية، مادة دستورية إلهية. القرآن الكريم يقول هذا الاستماع على أساسه أختبرك، فلو أخليك بهالخانة يو أخليك شنو؟ بهالخانة، على أساس الاستماع. يعني شقد المسألة خطرة.
شوف القرآن شنو يقول. يقول إنما كان قول المؤمنين في سورة النور آية 51، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، لما واحد يدعوهم إلى الله ورسوله طبعا يدعوهم هم شنو؟ يسمعون يسمعون، يصعد فوق منبر يحكي الناس تسمع. إن زين المؤمنين شنو يقولون؟ شوف شوف المؤمن من يسمع شنو يقول، وإذا ما قال مو مؤمن. فالاختبار من خلال الاستماع. شوف القضية جد خطرة. شوف إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أن يقولوا شنو؟ سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فصار الاختبار والفرقان والمائس بشنو؟ بالاستماع. وشنو تقول بعد الاستماع؟ إذا الاستماع توقف عند حدود عضوك الجسماني اللي هو الأذن راح تصير بالخانة المزينة، وإذا تعداه إلى القوة الروحانية اللي على أساسها تخليك تقول أطعت الله آمنت بالله اتبعت الحق، ذاك الوقت أنت مؤمن. إنما كان قول المؤمنين، القرآن الكريم يقول سمعنا وأطعنا، القرآن قال أولئك هم المفلحون. شوفني هذا استماع يتبع أثر إيجابي بالقسم الأول من أقسام الاستماع في ثقافة القرآن الكريم. مولانا أم زين هو بس هاي حتى تقول لي شلون الجماعة استمعوا وخالفوا وما يصير؟ أقول لك لا، في ثقافة القرآن الكريم لأتباع الأنبياء أكو قسم ثاني من الاستماع. بالقسم الثاني الجواب على السؤال لمن يسأل الشيعة. هسه تقول لي بعد النبي القسم الأول موجود استماع اتباع استماع طاعة استماع إيمان؟ نعم موجود، كعمار كسلمان كأبي ذار كالمقداد كذي الشهادتين فلان فلان فلان، نعم موجود. بس القسم الثاني هم موجود، فلا تقول لي يصير. أقول لك إيه، القرآن الكريم يقول مو قسم قسميا يصير. القسم الثاني شنو؟ استماع مع معصية وتمرد وعناد. استماع مع شنو؟ معصية. استماع مع معصية وتمرد وعناد مع أتباع الأنبياء. هذا هم في القرآن الكريم هم يصير. هذا وين؟ انتبه لي باو علي، هذا وين؟ أقول لك أقرأ لك بعض الآيات بسرعة، أقرأ لك بعض الآيات شنو؟ بسرعة. قالوا سمعنا وعصينا. القرآن الكريم يقول من هم اللي قالوا؟ اليهود. اليهود أتباع نبي أو مو أتباع نبي؟ ليش ما تجاوبوني؟ أتباع نبي. أصحاب شريعة أو مو أصحاب شريعة؟ أصحاب شريعة. عندهم كتاب سماوي أو ما عندهم كتاب سماوي؟ عندهم. قالوا سمعنا مو وأطعنا مثل القسم الأول، سمعنا وعصينا. أخو ليش يا ربي قالوا وعصينا؟ ليش؟ يقول وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. هي 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 هي. حب العجل خلاهم يقولون شنو؟ أطعنا لو عصينا؟ عصينا. هسا أنا هنا أنا أكو عندي حكي هواي بس ما أقدر كل شيء أحكي، هنا المشكلة. وإلا أئمتنا في رواياتهم قالوا إلى آخره، هم ابتلوا بسامري وهم ابتلوا بعجل، وأمتنا كانوا يقولون السامري منه كذا منه هذا منه ذاك منه، بس ما نقدر نحكي. بعد أن تكونوا تراجعون الروايات تشوفون أنا شنو أريد أقول، مو كل شيء أقدر أحكي. انتبه لي، أريدك واعي واعي واعي. أريدك يقول العجل خلاهم يقولون سمعنا وعصينا. مشكلة العجل مشكلة مشكلة. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، يقول القرآن الكريم. أكو جماعة همشي النبي حلل هذا يقول حرام، هم لحبهم لهذا قالوا حرام، خون النبي قال حلال قال ما لنا شغل بالنبي. صار يوم ما صار؟ ها صار.
عمي صار 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 وقتي راح صار. أو مثلا في آية أخرى من الذين هادوا 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 يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا. طبعا هاي واسمع غير مسمع، شنو واسمع غير مسمع؟ يقولون النبينا، يعني اختلف المفسرون، اسمع احنا عصينا، يلا اسمع احنا ما نخاف منك اسمع، او اسمع الا تسمع غير مسمع. شلون تقول الواحد عساك لا سمعت، عساك لا تشوف ان شاء الله، فيقولوا للنبي اسمع غير مسمع، يعني بعد ما تسمع، اسمع عساك لا تسمع، يعني يسبون يشتمون النبي صلى الله عليه واله. او قسم او راي ثالث المفسرون يقولوا اسمع غير مسمع، يعني اسمع عساك لا سمعت شيء فرحك او شيء يرضيك، ان شاء الله تسمع كل شيء شنو؟ كل شيء اذيك. وراعنا، القرآن قال لا تقولوا راعنا وقولوا شنو؟ وقولوا انظرنا. هذا قسم ثاني، ذولا ما يقولون سمعنا وأطعنا مثل القسم الأول، يقولون سمعنا وشنو؟ وعصينا. انتبه لي، سمعنا وعصينا. هذا صار مع أتباع الأنبياء، والنبي بكتبنا وكتب غيرنا يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو أنهم دخلوا إلى جحر ضب لدخلتموه حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل إلى آخره. وهذا وارد في كتبنا وكتب غيرنا، مو فقط في كتبنا، عند غيرنا هم وارد، وبكثرة وبغزارة وارد عند غيرنا، وبطرق متعددة هم وارد عند غيرنا من حيث الأسانيد إلى آخره. آخر شيء أقوله حتى نروح للمصيبة، طبعاً ما كملت البحث، حاولت أكمل بس ما قدرت، هذا نكمله في وقت آخر، أروح للمصيبة. ومنهم من يستمعون إليك. الله يقول لي، انتبه لي انتبه لي، الله يقول للنبينا هنا الكلام بعد مو عن اليهود، لا هنا الكلام ويا الكانوا بزمن النبي. ومنهم، هاي في أي سورة؟ سورة يونس آية 42-43. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. تقدر تسمع واحد بي شنو؟ بي صمم. أنا أسأل يا صمم، صمم الأذن الجسمانية يو القوة الروحية؟ أحسنتم، جزاء دولة كانوا يقعدون يم النبي، إذاناتهم تشتغل بس إذانات قلوبهم ما تشتغل. صم صم بكم عمي، إيه ما يسمعون، لا يسمعون بقلوبهم بأفئدتهم بعقولهم. يقول له أفأنت تسمع الصم. الطريف الآية بعدها يقولون معقولة ذولا شافوا النبي ويخالفوا؟ سمعوا النبي، هاي سمعوا النبي وخالفوا صم، أما شافوا النبي. الآية بعدها ومنهم من ينظر إليك. القسم الأول يسمع إليك بس هو بيصمم، القسم الثاني شنو؟ ينظر إليك. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ دول يسمعوك ويشوفوك ولكن عمي وشنو؟ وصم، قلوبهم صماء وعمياء، وهكذا عقولهم وأفئدتهم. فبعد لا تقول لي يصير يسمع ويخالف، يصير القرآن الكريم يقول يصير، يصير يشوف النبي خالف، نعم القرآن الكريم في سورة يونس يقول يصير، هاي سورة أمامكم المصحف الشريف بين يدي والأقرب من الآيات، القرآن الكريم يقول هم يصير، صار ويصير، شو تسوي لهم؟ صار ويصير. هسه اكو قسم ثالث بالاستماع، بس وقت راح، اكو قسم ثالث هذا مريح نفسه، لا تسمعوا كذا لهذا القرآن والغوا فيه. هذا اصلا شنو؟ هذا حتى اذن الجارح اهم شنو؟ ما يسمع، هذا اصلا يخلي ديب اذاناته حتى ما يسمع. فاكو يسمع ويقول اطعنا، واكو يسمع ويقول شنو؟ عصينا.
وأكو مريح نفسهم شنو؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. من محمد يحكي أنتوا ألغوا صيحوا هوسوا صفقوا حتى صوتهم لا تسمعوا. هذا أخو مريح نفسه، مريح نفسه أصلا، هذا ما يسمع لا بأذن الفؤاد ولا بأذن الجارحة، بالثنين هم ما يسمع، وذاك ما يسمع بأذن الفؤاد، والأول يسمع بالأذنين. مولانا بعد النبي أكو من استمع وأطاع كالجبت أسماءهم، والأكثرية سمعنا وشنو؟ من كنت مولاه وعصينا. وبعد تعرفوهم، ارتد الناس بعد وفاة رسول الله كما في الرواية الشريفة، إلا أربعة عندنا في الرواية. أنت من تريد تحاججني تعال أنا وياك للقرآن فنشوف القرآن شي يقول، القرآن يحكمني ويحكمك، لا تظل تهرج، لا تظل تهرج، تعال للقرآن نتحاكم. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. القرآن ما يشاقه يا واحد، فصل يفصل بين الحق والباطل. شنو عندك أنت؟ تعال أنا أجي نقف على المصحف الشريف نشوف الحق مع من، نقطة على السطر. مولانا فاطمة برا الباب قالت لهم أنتم ما تعرفوني؟ معقول أنتم ما تعرفوني؟ أنتم ما سامعين النبي يقول فاطمة بضعة مني؟ ما سامعين؟ والله سامعين، أقسم بالله سامعين، سامعين، بس الفؤاد صم والعين البصيرة شنو؟ عم، كما يقول القرآن الكريم. وإلا سامعين مولانا، قالت أنتم ما سامعين؟ يقول فاطمة بضعة، فاطمة روحي التي بين جنبي أم أبيها. طبعا فاطمة لما تكون أم محمد يعني أم نوح وأم إبراهيم وأم موسى وأم عيسى وأم الأنبياء وأم الأئمة وأم النبوة والإمامة، لأن محمد هو سيد الكائنات صلى الله عليه وآله، سيد عالم الإمكان هو رسول الله، ويقول فداها أبوها أم أبيها. يلا دول اللي تأخذهم غيرة على أمهات المؤمنين إذا هم صدق لأجل العنوان، عنوان أم النبي المفروض تأخذهم الغير عليها أكثر. فأم مؤمنين وين؟ أم النبوة وين؟ أم أبيها فاطمة، أم النبوة فاطمة، مو أم المؤمنين، أم النبوة وأم الإمامة، أم أبيها فاطمة. يقبل إيدها، يبوس قصتها، يشمها بنحرها، يقعدها بمكانه ويقعد قبالها. حتى مرة من المرات عائشة قالت لبست يدها افتهمنا يا رسول الله، بست قصتها افتهمنا يا رسول الله، هسه تشم نحرها عود، هاي شنو؟ والله هاي شنو معناها؟ هيك قالت له، قالها أنا كل ما أشتاق إلى رائحة الجنة شممت فاطمة بنحرها، فاطمة تفاحة الجنة. وإذا بتفاحة الجنة بين الحائط والباب بهالأيام هاي، مكسور ضلعها، مسقط جنينها، مسودة عينها، محمرة عينها، مسود متنها، بين الحائط والباب تجود بنفسها سلام الله عليها. شلون أقرأ عليك بهالأيام يا أم النبوة والإمامة، يا أم النبوة والإمامة. أستاذ السيد الخوئي الشيخ الأصفهاني، أنتوا بعد أبناء العلم، أنتوا أبناء الفقاهة، أنتوا أبناء النجف، نجف يساوي علم وفقاهة وعلماء، نجف نجف أم العلم، هي النجف أم العلم، النجف أنتوا أبناء النجف مدينة العلم. الشيخ محمد حسين الأصفهاني كلكم تعرفوه، أستاذ السيد الخوئي شيخ فلاسفة النجف الشيخ الأصفهاني يقول ولست أدري خبر، هذا شيخ الفقهاء يقول ولست أدري خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار، خزانة أسرار النبوة والإمامة، وإذا بالخزانة امكسرة بين الحائط والباب، سل صدرها خزانة. بعدين يقول الشيخ الإصفهاني وجاوزوا الحد بلقم الخد شلت يد الطغيان والتعدي، ومن سواد متنها اسود الفضاء، ومن سواد متنها اسود الفضاء، يا ساعد الله الإمام المرتضى.
شي يقول الشيخ؟ اي والله لقد جنت جاني على جنينها، لقد جنت جاني على جنينها، فاندكت الجبال من حنينها. الله اكبر. لقد جنت جاني على جنينها، فاندكت الجبال من انينها، من انينها، ابويا قمت للباب لكن ما علي. احنا وين احنا؟ احنا يا امير المؤمنين، احنا بنجف امير المؤمنين والمعزى واللي يسمع. بويا قمت للباب لكن ما علي حجاب، حسبي الرجس من لذت خلف الباب. بويا حسبي الرجس من لذت خلف الباب، حصرني ابويا والجنين انصاب. والمحسنة عذرني يا ابويا والجنين انصاب، يا ابويا ومحسني هل ايست منا، يا ابا يا ابويا محسني هل ايست منا. شوفوا هذا التشيع الرمزي للمحسن عليه السلام، شلون يكسر القلب هذا؟ ها يا ابا محسن دم ضلوعي صار لتغسيل تقول الزهراء، والاذان موقف يا ابو اليمة، محسن من وقع وتقمط بدم. ايش بي يا زهراء محسن؟ والاذان موقف يا ابو اليمة، محسن من وقع وتقمط بدم، كل هم يضل وياك كل هم، ويطيح وياك لما انتهوا على الغبرة. بعد محسن دم ضلوعي صار لتغسيل، وانت تغسلك الحرة بدموع الليل. الله الله. محسن دم ضلوعي صار لتغسيل، وانت تغسلك الحرة بدموع الليل. محسن داسة الرجلين وانت الخال. أويلي عليكم، أويلي على أولادك يا زهراء. محسن داسة الرجلين وانت الخال، وانا الضمع ليكم يا ابني بالعشر. اي والله يا زهراء، وانا الضمع ليكم يا ابني بالعشر. بعد شو تقول الزهراء؟ شو تقول الزهراء؟ هاي اليوم 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 يا ويلي عليك، اليوم صار الهجوم على بيتها، جايبين نار اليوم، نار بابو فاطمة بابي. وعجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يقوا استئذانوا؟ صدق دخلوا؟ فقال اي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري، لكن غالادت وراء الباب رعاية للخدر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا. بويا قمت للباب لكن ما فتحت. اسمع هالأبيات. بويا قمت للباب لكن ما فتحت. ليش؟ يا بلاكن ما فتحت الرجس شتان للمحسن عرفت. بويا الرجس شتان للمحسن عرفت عرفت. بويا عصرني وكسر ضلوعي بعصرت. يا وصف عليك. بويا عصرني 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 وكسر ضلوعي كسر ضلوعي بعصرته، يا خايب ليش للمحسن قتلته. بيت الدعاء واسألكم الدعاء. فضة تقول وخرت الباب عن الزهراء سقطت فاطمة، سقطت سقطت سقطت. نعم أغمي عليها، امرأة جنين مقرب، امرأة مقرب يطيح جنينها، تكسر أضلاعها، يخترق المسمار صدرها، شبق بيها.
سقطت أغمية عليها، تقول أنا تلقيتها شلتها حاجيتها لبيت عليها ماي أفاقت. صاحت يا فضة وين أبو حسين وين أبو حسين، همها علي. والله صاحت يا فضة وين أبو حسين، خلي يشوف دمعي على الخدين. والله خلي يشوف دمعي على الخدين، يا فضة انكسر ضلعي وطاح الجنين. يا فضة انكسر ضلعي وطاح الجنين. يا فضة هسه خلي يحضر الكرار، يا فضة هسه خلي يحضر الكرار. تفضل يا حبيبي. الله يخليك. تفضل يا شيخ. يا الله.